توج فريق شابات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة نجلاء فوزي المدير الفني للفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعدما اكتسح جميع منافسيه سواء في الدور الأول التمهيدي أو الدور النهائي. واستطاعت شابات القلعة الحمراء الهيمنة على البطولة واكتساح جميع المنافسين بنتيجة واحدة وهي 3-0 ودون خسارة شوط وحيد على مدار مباريات البطولة القوية. واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، وتبعه بالفوز على صيد القطامية بنتيجة 3-0 قبل أن يفوز الفريق على هليوليدو بنفس النتيجة، ثم اكتسح الشياطين الحمر فريق النصر بثلاثة أشواط للا شيء. ثم انتقل الفريق لخوض منافسات الدور قبل النهائي، واستطاع الفوز مجددا على المقاولون العرب بنفس النتيجة، ثم الفوز على فريقي هليوبوليس والنصر بثلاثية نظيفة أيضا. وبعدها تأهل الفريق للمرحلة النهائية وواجه 5 فرق هي هليوليدو، المعادي، هليوبوليس، الشمس، وادي دجلة، وفاز عليهم جميعا بثلاثة أشواط للا شيء. وكان النهائي أمام وادي دجلة رائعا لما يمتلكه الفريقان من لاعبين مميزين، ولكن نجح المارد الأحمر في فرض سيطرته وهيمنته على اللقاء والتتويج باللقب في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. ويستهدف الفريق خلال الأيام القادمة غلق صفحة الاحتفالات والاستعداد بقوة لحصد لقب بطولة الجمهورية.